وقع وزير الدفاع الأمريكي لويد أستن أمرا بتمديد انتشار الحاملة أيزنهاور وسفنها الحربية الثلاثة في البحر الأحمر، وذلك للمرة الثانية في ظل استمرار هجمات الحوثيين. أعلن الجيش الأمريكي تدمير عدة مسيرات أطلقها الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن نحو البحر الأحمر وخليج عدن، ونفت ما أعلنه الحوثيون حول استهداف الحاملة أيزنهاور. وفقا لما أفادت به القيادة المركزية الأمريكية، فإن الحوثيين أطلقوا 5 مسيرات تم تدمير 4 منها بينما سقطت الخامسة في البحر. كما أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الحوثيين أطلقوا 2 صاروخين باليستيين فوق خليج عدن دون أن يتسبب في أضرار أو إصابات بالسفن وحركة الملاحة.